يقول السائل: شخص دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، وعندما سلم الإمام سلم معه ناسيا، فكيف يقضي ما فاته وهل يعيد الصلاة؟ رجل شخص دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، وعندما سلم الإمام سلم معه ناسيا، فكيف يقضي ما فاته وهل يعيد؟ إذا سلم ناسيا يقوم ويأتي بالركعة الباقية ويسجد للسهو ولا يعيد الصلاة. إذا سلم ناسيا فلا شيء عليه، النسيان عفي لأمة الخطأ والنسيان، فعليه أن يبادر بالقيام والإتيان بما بقي من صلاته، ثم يسجد للسهو عن السلام الذي حصل منه. نعم.